لعب حمود فليطح في فريق أشبال نادي كاظم، ثم تدرج إلى أن وصل للفريق الأول، وقد ساهم مع زملائه في تحقيق العديد من الإنجازات التي أبرزها حصول الفريق على بطولة الأندية الأبطال لدول مجلس التعاون عام 1986، وبطولة الدوري العام موسم 81-82، وموسم 82-83، وموسم 86-87، إضافة إلى تحقيق الفريق لكأس الأمير في موسم 82-83. فليطح فليطح، الله كبير كبير يا فليطح، هذه كبيرة ما يسوون المهاجمين. ودي لعبها الفرحة طابت يا هوى والسعد غنى.